تعالوا نروح لخبر تاني، وبرضو الخبر ده بيخص نادي الزمالك، وبيجي الخبر ده بسبب فوز الزمالك على النصر ب3 أهداف مقابل هدف في المباراة الودية اللي جمعت الفرقتين على ملعب النادي امبارح، استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا اللي جاية في مسابقة الدوري الممتاز. سجل ثلاثية الزمالك مهاب ياسر في الدقيقة 13، ومحمد عاطف في الدقيقة 77، وعبد الله السعيد في الدقيقة 86. سجل النصر سيد شعبان في الدقيقة 41. وبدأ نادي الزمالك المباراة بتشكيل كان مكون من عمر عبد العزيز وعمر جابر وأحمد رفاعي وأحمد عاطف وعبد الرحمن علي ومحمد أشرف رؤى وسيف جعفر وأحمد عبد الرحيم وسيد عبد الله نيمار ومهاب ياسر وناصر منسي. سيطر نادي الزمالك على معظم أحداث الشوط الأول، وصنع لعيبة نادي الزمالك فرص كتيرة جدا محققة، نتج عنها أكيد تسجيل هدف التقدم، ده كان في الدقيقة 13 عن طريق مهاب ياسر، وكمان ما شكلش برضو فريق النصر خطورة على مرمى الفريق الأبيض غير في كورة واحدة بس، هو هدف التعادل عشان ينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق. وبعد كده بدأ نادي الزمالك الشوط الثاني بتشكيل مكون من عمر عبد العزيز، احمد رفاعي، عبد الرحمن علي، واحمد عبد الرحيم، وسيد عبد الله نيمار، وعبد الله السعيد، نبيل عماد دونجا، ويوسف اوباما، ومصطفى شلبي، وابراهيم نداي، ومحمد صلاح. وواصل نادي الزمالك السيطره ونتج عن ده تسجيل اكيد الهدف الثاني عن طريق محمد عاطف بعد مشاركته مره ثانيه بديل في الدقيقه 70، واضاف عبد الله السعيد الهدف الثالث للنادي الأبيض في الدقيقة 86 من تسديدة من برا منطقة الجزاء عشان ينتهي اللقاء بفوز لنادي الزمالك ب3 أهداف مقابل هدف واحد.